التصبر في انتظارك. أين قلبك الآن سيدي؟ مشاعرك، حزنك، ألمك سيدي، متى نصل حتى نواسيك؟ متى نرتقي حتى نشاطرك؟ متى نرى دموعك سيدي؟ متى نبادلك؟ متى نكون بهذا المستوى حتى نقول لك عظم الله لك الأجر وجها لوجه؟ مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريع. سيدي الذنوب تحجب والسيئات تؤخر، وهذه النوايا بهذا الحال تكون سببا في تعطيلك. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة، فانهض فما أبقى التحمل. غير أحشاء جزوع قد مزق ثوب الأسى، وشكت لواصلها القطيعة كم ذا القعود ودينكم. هدمت قواعده منيعة. ألخص لك الحال سيدي، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروع. ماذا يهيجك إن صبايا أرض لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض مين تلك الفجيعة؟ حيث الحسايا. ليلة، ليلة عظيمة، ليلة قاسية. ما مقبول، ما مقبول هذا الشكل، ما مقبول. صيحوا ياي ثلاثا: حسين، آه يا 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 أبا عبد الله. ماذا يهيجك، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعته الطف الفظيع؟ أترى تجيء فجيعة بأمض مين تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى، حيث الحسين على الثرى. يا خيل العدا طح. أحبائي كنت التفت الليلة، كنت التفت منا الباكر. الله اختصك برحمة، الله اختصك برحمة خاصة. الله وفقك لشيء أن تكون باكي على الحسين. أي نعمة، أي فريدة، أي نعمة استثنائية. هذا توفيق استثنائي أن الحسين حبه في قلبك، البكاء عليه. إن لقتل ولدي الحسين حرارة، يا الله، حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. يا حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعا. يا
ورضيعه مخضب بدم الوري فاطلب رضيعي تلقح سيان دم الطفل بيده دم الطفل بيده اي والله بعيده اش حال اللي ينكتل بحضنه وليد اش حال اللي ينكتل بحضنه وليد مداها وملاها من وريد اي والله مداها او ملاها من وريدة ذب السما وبعد ما را اجركم الله رجع الحسين برضيعه مذبوحا من الوريد الى الوريد لما رجع به كان مغطى سألته احدى بناته تسأله أبا هل سقيت الرضيع ماء لأنها لم تكن تسمع له صوت ولم تكن ترى له حركة فظنت أن أخاها شرب الماء ونعم أبا هل سقيت الرضيع ماء ولذلك أراه بلا صوت ولا حركة قال بني هاك الرضيع مذبوح بني لقد ذبح أخاك من الوريد إلى الوريد اتقل أبويا الطفل جيب جيبة من الماي كنا شحن صيبة وصاحت رباب يا غريبة ابنك قضى وأيس طبيب يا والله ابنك قضى ونا يا تقل ابويا الطفل عمي دغطي اي والله دغطي انا مالي قلب يا ابويا صدلي اي والله ما لي قلب يا ابو يا صيد خل نسمع الحسين ايش يدعون الليله ايش يريد من عندنا الليله يلا يا شيعة علي بن ابي طالب يا احباب الحسين بهالقلوب هذه جاوبوا الامام الحسين بالونها شيعتي نصب العزا وابكوا عليا لا ابويا لا احبها هاي مو ليله عاشر هاي الونه مو مال ليله عاشر عزيمتك تعب روحك شويه ليله استثنائيه هاي هالقلوب المتوهجه هاي وهالقلوب المحروقه هاي لآل بيت رسول الله توجه بعد توجه بونها ايدك وصوتك وهاي ونة العراق ترى هاي صرخة العراق الجريح هاي أمنة الشهداء وأمنة الجرحى والأرامل والأيتام شيعتي نصب العزا وابكوا عليا وابكوا على صدر انت دوس الأعوام انزروا ضريحي أبا عبد الله زحف إلى ضريحة أبا عبد الله صغار وكبار تمشي إليك أبا عبد الله
أبا عبد الله البيوت الظنفار يا أبا عبد الله، أبا عبد الله اللي المعوق يمشي وعلى عكازة يمشي وعربانة يمشي، أبا عبد الله زروا ضريحي ونا ونا شباب ونا، يلا يا الرجال حتى انت اللي تشاهد حتى انت اللي تسمع من بعيدها، زروا ضريحي بعد قاتلي واكسده وابكوا على عظم الرزية واندبوا وكل ما شربتوا ما ارفع ايدك وصوتك وصيح صرخة العراق هاي صرخة الأحرار، هذه الصرخة لكل إبايا ثلاثا حسين ابويا ونا ونا ليلة عاشر كل ما شربتوا ما يا شيعة ذكروني عطشان ضامي مشربي قطرة و ما واحد إلا انصاب من قبل فجعة ونا ونا، وما مصاب ما جرى مثل يا شيخ شفت احد ذبحه على صدره لا ما شفنا يا ابا عبد الله، شفت احد ذبحه وعلى صدره رضيعه عاينت نحره من فرب سهم المنيه، يا ناس يا ناس حتى الطفل مذبوح 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 دمع لزند حسين مسفوح، لئن لم يأتي سيدي حبيب لأركبنك وأذهب إلى الحسين. هذا حد، فبكى حبيب صاح تلك كلمة المشهورة، سيدي أبا عبد الله النساء تريد نصرتك والغلمان تريد نصرتك. هاي حقيق، هاي حقيق، عندكم هنا وليد بالبصرة، هنا شاب عمره 19 سنة، سعد التميمي مسعود التميمي، صار الأسبوع زافته الرواية، الرواية تنقل سعد وسعيد ومسعود وعبد السعيد كل ما مو شغلنا، هاي الرواية تنقل سعد وسعيد ومسعود، أسبوع من متزوج بس ما عنده حياة زوجية. الله، هاي الحياة كلها لا قيمة لها، كل ما تجي أمه تسأل بنت عمه شلونه سعيد، قلها ما يدخل علي إلى الحجر ما يجي يمي، دورت عليه يمنى يسرى لقيته باب الحوش حاط رأسه بين ركبتيه، بني سعد ما بك، بني سعيد ما بك، بني مسعود ما بك، قال أمه ضاق صدري وسئمت الحياة، شقد حاولت وياه، شقد طلبت منه، شقد توسلت بيدخل على زوجته، ما قال ما أدخل، ورفع صوته فقال أنا أريد أن أذهب إلى من هو خير مني ومنها. طلعت العروس من غرفة زوجة وحديثة العهد، قالت له غاضبة من هذا الذي هو خير مني؟ قال سيدي أبا عبد الله الحسين. الله، الحسين إذا صار أعز شيء عندك غير شكيل،
الحسين إذا صار حبيب عندك غير شكل، إذا صار صديق غير شكل، إذا صار أبو غير شكل، غير شكل. هاي هواي لها معطيات. سكتة الأم عافت كل شيء، لغت كل شيء، راحت جابت لامة الحرب وإجت سريج ودرعة وسيفة. قالت بني امضي على بركة الله، بس عدي حجاية وياك يمه. قال نعم. قالت لا حملتك؟ قال بلا حملتيني. قالت أرضعتك؟ قال بلا أرضعتيني. قالت لي عليك حقا؟ قال بلا والله لك علي. قالت إذا وصلت إلى الحسين بلغه عني السلام. بلغه عني السلام وليشفع لي عند أمه فاطمة. هاي هذا الصدق عمي، هو هذا الصدق ترى، هذا الجد، هذا الفهم، هذا الوعي، هاي البصير. هاي وجد بالسير أرباب المقاتل يقولون ما قدر، ما توفق يوصل قبل المعركة، وصل والحسين بقي وحيدا فريدا. أرباب المقاتل يقولون ما بقى أحد، أصحابه قتلوا، أهل بيته قتلوا، ولكن بقي الحسين لوحده. ينقلون هل الصورة هاي، يقولون كان الحسين يتلفت يمينا وشمالا وكأنه ينتظر أحد. تدري أنت هذا من وصل سعد سعيد مسعود، من وصل وصل وقف بالنص، منا آلاف مؤلفة ومنا خيم وبس واحد قال هذا الحسين من بعيد، فركض باتجاه الحسين وهو بفرسه، صاح الحسين سعد هذا؟ قال فداك أمي وأبي أبا عبد. شوف شوف الشغل الصحيح، شوف الشغل العالمي، شوف الشغل الكبير الإلهي. رادي بادر سعد، راد يحكي سعيد، راد يقول مسعود كلامه، راد يحكي. قال له سيدي أبا عبد الله، قال له سعد أمك بماذا أوصتك؟ قال له طلبت الشفاعة من أمك الزهراء. قال هي لها. واستأذن الحسين وراح سلم على بنات الرسالة. الحسين هكذا قضى ليله، هكذا قضى ساعته. واعترض الكل، قالوا لا يا أبا عبد الله لا نفارقك حتى نكون بين يديك. عندك حاجة واقفة الليلة؟ المحروم من الذرية، اللي عنده دين، اللي عنده سجين، اللي عنده مرض، اللي عنده هم، اللي عنده غم. طبعا أكثركم هموم وغموم والواقع يكفي، وأكثركم قلوبكم مجروحة، وأكثركم بهذا الهم والغم والهضم. نرجو من الله بحق الحسين أن ينظر إلينا، يمدنا إيد العون، يساعدنا رب العالمين. فعلا إحنا غير حسين، ما عدنا فعلا، إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي. عاجركم الله، اللي عنده حاجة متعطلة، فرد شيء متعطل، خلي يفتح قلبه ويمد إيده. زينب هاي الليلة ما مرتاح وحقها، شافت يلا، شافت من أبوها وأمها وجدها، شافت زينب اللي كسروا ضلع أمها يصلون بالصف الأول، اللي قتل أبوها يصلي صلاة الليل وراح جرم بأبوها، زوجة أخوها دست للسم، تخطيط واستكبار وديكتاتورية وظلم. فاش تتوقع الحسين شي يسوون به حتى هاي التجارب كلها؟ قلت لأبو علي، قال ها أخويا، قلت لخاف ربعك، جماعتك، أصدقائك، أصحابك يغدرون بيك. قال شلون؟ قلت لاستخبرتهم، اختبرتهم، شفتهم. قال أخي يحبوني، دول أحبابي، دول أصحابي. مو هي قلبها ملشو والتاريخ عندها حاضر، فسألت هذا السؤال، هل استخبرت أصحابك؟ قال أخي إنهم يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. فعلا
واحد من أصحاب الحسين وصل الخبر أنه زينب غير مطمئنة، راح الحبيب ليل جوف الليل، قال حبيب؟ قال نعم. قال زينب غير مطمئنة لنا. زينب ما مرتاح، أنت تدري حبيب من وصل 7/8 محرم وصل رحب بي الحسين، رحبوا بي أصحاب الحسين، بهالأثناء جاء علي الأكبر وقف يمه، قال عم يا حبيب؟ قال نعم. قال عمتي زينب تقرئك السلام، سلم عليك عمتي زينب. ماذا فعل حبيب؟ أرباب المقاتل يقولون نزل إلى الأرض، أخذ يحث التراب على رأسه ويقول من أنا وعمتك زينب تسلم عليك. هاي زينب لا لها صوت لا لها ظل، بس زينب عندها رسالة، بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبيها، عندها رسالة وصلت. فوصل الخبر الحبيب، حبيب طلع صاح يا أبطال الصفا يا فرسان الهيجة، خرجوا 70 طلعوا كلهم مع آل بيت رسول الله. حتى بعض أرباب المقاتل بعض أصحاب المنابر يقول هاي الكلمة وهي مو بعيدة، يقول خرج العباس مكشوف الرأس وهو يقول لبيك عم يا حبيب، لمثل هذا اليوم ادخرني والدي. فقالهم يا بني هاشم أنا ما عندي كلام وياكم. يقول جمع الأصحاب، جمع الأصحاب وراح وقف قدام خيبة زينب وكلمها بهالكلام، قالها ما دام أيدينا على قوائم سيوفنا لا يصاب الحسين وعياله بأذى. وفعلا قضوا ابن نصار رحمة الله عليه، خوش حكاية، يقول قضوا حق عليهم دون الخيام ولا خلوا خوات حسين تمضي. فعلا وهاي كلمة يقولوها الشعراء، حبيبي سولف ليش طلقنا النسى وعفنا الديار، كون حق أهل المجد نفديلها. يقول الله هنا أبو فاضل بقى واقف يم زينب، قالها أخويا تخافين وأنا موجود؟ قلبك ما مستقر وأنا أبو فاضل موجود، تقل له لا تقول أنا خايفة، لا تقول مدري أنا خايفة، لا تقول مدري وأنا خايفة ينهتك ستري. زينب ليلة 11 شنو حالها؟ علم كان علم كان الخيم مهيوبة وبنصهن، علم كان ودليل بخوف يتوجل، علم كان علم كان أنا عقب عباس أدور لي، الله أكبر، عقب عباس أدور لي، علم كان العباية وخيمي تحترقن علي. آجركم الله رحمة الله عليه عبد الحسين الشرع، يقول زينب لفت يم حسين لكن قابعة بالهم، تقل يا ضو عيوني علي من هالفزع ملتم، طبت لي أهل الخيمة أو تفسر الصخر ونتها، طبت قعدة قباله وعالخدته لدمعتها، تقل عليك ظلعمه، تقل عليك ظلعمك المظلومة ومصيبتها، سولف لي ماي العين لا تخفي علي حسين، علي من هالفزع صوبين وشوف بكثر عج الخيل وادي كربلا غيم، يا خويا حسين سولف لي علي من تجر هالرايات، وشوف الزلم عن الخيل تنزل فوق المسنى، قلبي قلبي بوجل يا ابن امي عليك وعلى هواشم بعد، قلبي خايف على اهلي هم وحده بتلت مثلي، آي يقلها خاف اسولف لك ووجهك ينخطف لونه يا زينب.
جتلي وجتلها البيتي يا اختي القوم يردون تقل حمل ضعونك وسدر للوطن بينا يقلها ما يخلوني اسدر بعد بضعوني ولابد ما تشوفيني فوق الثرى مسلبيني تقل من واي من واي المن بعد يعزي والله من ويا يا خويا نظن انقطع وانقطع والله رجوايا يا ابو علي خويا وصيتني يا خويا بليتام ابار الغفا يا اخويا ولي نام انا حرمة وطحت ما بيمضي احنا عندنا هذا شعار كل ليلة عاشر نقراه وهذا صرختنا كل ليلة عاشر نأدي صار سنين طويلة قبل كنا محرومين أنا ما كنت أقرأ سابقا لأنه إذا نقرأ ضريبته كبيرة ولكن الآن من ثمرات هذا التعظيم للشعائر والإحياء لأمرها للبيت هاي الكلمة نقرأها ونقصد بها الدعاء ونقصد بها بنو أمية ونقصد أتباعهم وشيعتهم صيحوا ياي صيحوا ياي صيحوا ياي أريد صرخة وتحافظ على هدوءك الله يلعن أمية الله مو صوت ثورة وحد الله صرخة وين ايدك صيحوا ياي الله وين الشباب الله بعد صيحوا ياي الله يلعن قلطم باكر العالم يشوف أعظم فجيعة باكر يذبحون الحسين باكر العالم يشوف أعظم صيحوا ياي باكر العالم باكر يذبحون الحسين صيح باكر وبعد ذبح الإمام يحرقون الخيام بعد صوت بعد ذبح الناس ما بقلوبهم رحمة وحمية الله يلعن عوف اللطوم الله اثنين صرخة العراق صرخة الحشد سمع الله اقرأ وياي الوداع يا أبا عبد الله الوداع صوت الوداع الوداع شدها شوي الوداع
أهله ليلة آخر ليلة يا صدق الرسول ليلة آخر ليلة يا ألطم بس ألطم نعزي حيدر نعلي نعزي البتول نعزي حيدر نعلي نعزي البتول سيدي عن باكر اش نحكي اش نقول سيدي صوت صوت سيدي بعد بعد سيدي من تطيح صدرك تدوس الخيول من تطيح أهل وداع لا أهل وداع بعد أهل وداع صرخة صرخة أهل وداع ضبع ضبع أهل وداع لا أهل وداع أبد والله يا زهراء ما ننسى صح أبد صرخة صرخة حسين حسين شيل ايدك شيل ايدك بارك الله بك شيل ايدك واسمعني الليله عظيمه مواساة وبلكي انفتح باب قلوبنا بيننا وبين امامنا المهدي لبيك يا حسين لبيك يا حسين